السؤال يطرحه أيضا كل مسلم. يقول شيخ صالح: أود السؤال عن رأي الشرع فيما يسمى بالسبعة أيام والأربعين يوما بعد وفاة الشخص، حيث يجتمع الناس عند أهل الميت بعد فوات سبعة أيام، أئمة وحفاظ للقرآن الكريم وغيرهم، فيقرؤون على الميت كما يقال، ويحضر أهل الميت الطعام، فيأكل كل من يأتي تلك الليلة، ويفعلون الشيء نفسه بعد أربعين يوما على وفاته. هل هذا من الدين فضيلة الشيخ، أم أنه دخيل ويمكن اعتباره بدعة؟ وإذا كان بدعة فما هي الطريقة لاقتلاع جذورها، خاصة وأنها ترسخت في أذهان العوام إذ أصبحت وكأنها من الدين؟ هذه الأمور بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا اجتماع بعد الوفاة بعد سبعة أيام ولا بعد أربعين، هذا كله من البدع المحدثة، وإنما يفعل هذا المتأكلة الذين يحبون أكل الطعام وما يقدم لهم في هذه الاجتماعات، فهم يجتمعون لبطونهم، ولو كانوا يجتمعون لأجل العمل بالسنة أو منفعة الميت لما عملوا هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، وفيها تكاليف وآثار وأغلال. وقراءة القرآن إذا كانت بالأجرة فإنها لا تصل إلى الميت اتفاق أهل العلم، لأن القارئ إنما قرأ من أجل الأجرة ومن أجل الطعام والأكل الذي يقدم له. المشروع للميت ما جاء في الأحاديث من الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، و الحج والعمرة عنه، هذه كلها تنفع إذا تقبلها الله، لأنها وردت بها الأدلة. أما هذه الاجتماعات وهذه الأطعمة التي تصنع وهذه العادات السيئة كلها آثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمره.